يعني انا دلوقتي كان المفروض اتعامل مع حاله تمام، فطلبت طلبت ماسك، قلت لهم لا لازم ماسك، وعملت مشكله، فمشرفه التمريض اتصرفت وحلت الموضوع وجابت لي ماسك. بس هو تقريبا في حاجه غلط في الماسك ده، انت فاهمني حضرتك؟ هو تقريبا يعني راحوا لمحمود اللي معانا تقريبا، خدوا حته من الكلسون بتاعه وخدوها خيطوها وايه اللي هو نتعامل يعني، وجابوا تقريبا ده ترتر تقريبا او توكة شعر الممرضه معانا، فخدوها لزقوها تمام ولزقنا برز حضراتكم لو تاخدوا بالكم تقريبا تمام. ودي برضو الدكه بتاعت الكلسون بتاعت محمود برضو يعني، عشان محمود احنا تقريبا خدنا كل حاجه معاه دلوقتي. والماسك ده حضرات يعني مش عايزين نتريق او نتهكم، الماسك ده افضل من ال N95، ان في ميزه كويسه ان في ريحه محمود تمام. ريحه محمود دي بتخلي الفيروس لما يجي يخش عليك كده بيتقرف فما بيخشش، فالحمد لله محمي. ما لهاش لازمه يعني، ما لهاش لازمه، كل واحد وقته بيطلع يرد عليك، عشان اصلا اكبر عقاب ليك ان نلبسك كلسوم محمود ده يعني، كلسوم محمود.